قوات معمر القذافي قصفت ميناء مدينة مصراتة الليبية في قتال عنيف من أجل السيطرة على الميناء الواقع على بعد 12 كيلومترا شرق المدينة الساحلية. القصف أسفر عن تدمير عدد كبير من السيارات ومخزنين للمعدات الكهربائية، وشنت قوة القذافي هجوما شرق المدينة التي شهدت في الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة، في الوقت الذي شن فيه حلف شمال الأطلسي الناتو هجمات جديدة ضد قوة الزعيم الليبي بهدف إضعافها وإرغامها على الانسحاب من مواقعها. مفوض الاتحاد الافريقي للسلام والامن رمضان العمامره يقول: نحن ندعو الى وقف القتال ونعتزم تكثيف جهودنا وكذلك وقف القصف الجوي لتجنب استهداف كبار المسؤولين في ليبيا وكذلك البنى التحتيه للبلاد. Senior officials of Libya as well as infrastructures of the country. وقتل 3 لاجئين فارقة على الأقل بعدما انفجرت القذائف في مخيم قريب من الميناء، حيث ينتظر آلاف العمال لا جانب الفرج، إذ لا زالوا محتجزين في المدينة بعدما قطعت كتائب القذافي كل الطرق المؤدية إليها.